سبحان الله اليوم ثالث ايام عيد الفطر السعيد، وانا اليوم خاطرتي عن التركيز. نبي نركز يا ناس، يعني المجلس البلدي الوالد ابو يعقوب الرفاعيه كان هو، يعني انا ليش خاطرتي اليوم كان يركز معاهم، يعني لحق على مجموعه حتى بعضهم صاروا نواب مجلس بلدي واعضاء، عز مطوع، احمد لاري، صادق الجمعه يمكن صار، يمكن لا صلاح العسعوسي كان مع المعينين، اللهم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، كان ابن عمنا السيد محمد سامح حسين الرفاعي وزير البلديه ورئيس مجلس البلدي بعد بالثمانينات، كان مشعل على المجلس البلدي ومشاريع قوانين وانجازات، وكانت الناس التابعه حتى بالصحافه اول البلديه، يعني كانت اجتماعاتها قويه، ولحد الان ترى البلديه انا عندي انجازات اكثر مجلس امه، يعني اخر فتره مجلس امه كلها استجوابات ومشاريع القوانين، ما في شيء جديد لان اللي قبلهم سووها، خاصة مرحلة النائب أحمد باقر يعقوب كان سوى وايد مشاريع قوانين وغيره. فالحين يعني نبي نركز، نبي نعرف اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم منو اللي، حتى الوالد كان يقعد معاهم بمكتبة بالمنصورية ودوانية أحمد النصار كان وخليفة الخرافي مدلار صدر الجمعة يناديهم، ها شنو الأفكار شنو الإنجازات، مرات يقعد وياهم على انفراد وينصحهم. فاحنا يعني نبي الحين من رئيس واعضاء مجلس البلد الموقرين يطلعون حتى اللي ما رشحه ويقولون لنا شنو انجزوا، لان الحين ترى قاعد يجتمعوا، واللي يدد اللي بعضهم مضمنه وهم يقولون لنا افكارهم. نبي نعرف يعني البلديه فيها وايد تشعبات، فيها انا اتذكر اشتغلت بالمركز ضاحت عبد السالم بالثمانينات، احنا كنا الاغذيه والتغذيه بس هي النظافه عندنا شوي معداتها وهذا ضعيفه، ولا التغذيه، ولحتى اتذكر الوالد ايام المخالفات كان يقول لي يا ابني مو تمسك الدفتر مخالفات تشرخ فيه، كان ما يأيد وايد المخالفات، يعني الحين وايد لاحظت المحلات يعني وايد مخالفات، وبعضهم يعني هاي بلد الرحمه، كان الوالد يقول احنا امين الشيخ عبد الله السالم، يعني المخالفات حالاتها ما تزيد، لهون ابرك ما يكون، بس لما نعرف انجازاتهم، البلديه فيها فلوس، فيها مناقصات، فيها تثامين، فيها أراضي، فيها مشاع، فيها حتى مشاريع خيرية، أبراج، إنجازات، شوارع، مستشفيات، بيوت، فيها يعني مثل ما يقولون أمور ثانية كثيرة، واجهات بحرية فيها، يعني إحنا الحين ما شاء الله يعني في زمن الرخاء، فنبي نركز نبيهم يطلعون. وبعدين العنصر النسائي ما في كله، يعني الحكومة تعين وحدة، انا برايي حتى بالتعيين يعينون اثنين ثلاثه ويحطون رئيسه مجلس البلد امراه، يعني يخلينا ايش اسمه مثل ما يقولون ان نغير وضع البلد شويه، وايد في مهندسات وبالفتوى وبالخبرة وفيهم يعني حتى يعني تقاعدوا من وظائفهم عندهم عقول، خلوا المعينين اذا يصيرون مرات الوالد يقول ابو يعقوب الرفاعي اقوى من المنتخبين، ويا رب نشوف انجازات، نشوف انجازات، بس نبي احد يطلع الحين يقول لنا شنو انجزوا وشنو يبي ينجزون، احنا نشوف صخه سكته، يعني ما ودنا يصير بس الانتخاب 20% من الناس يروح يصوتون، ودنا البلديه ترجع مثل 36. وشكرا.